بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. الكثير من الإخوة والأخوات يسألون عن صلاة السنن مع الصلوات، وهي ما تسمى بالسنن الرواتب. كيف أصلي هذه الصلوات بشكل صحيح؟ كم ركعة سنة مع صلاة الصبح مع صلاة الظهر؟ هل يوجد سنة مع صلاة العصر؟ ما هي سنة صلاة المغرب؟ وما هي سنة صلاة العشاء؟ ما الفرق بين السنن المؤكدة والسنن الرواتب والسنن غير المؤكدة؟ وهل صلاة الضحى من السنن الرواتب أم من السنن المؤكدة؟ وغير هذا من الأسئلة. ابقوا معنا لنعرف هذه المعلومات بشكل كامل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يوجد عندنا في الصلوات صلوات فرائض، وهي الفرائض الخمسة: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كلنا عارفينهم بالتأكيد. وطبعا أسبوعيا صلاة الجمعة بالنسبة للرجال، والنساء ليس عليهن صلاة جمعة، وإنما يصلين ظهرا 4 ركعات في بيوتهن. وإذا صلينا في المسجد فيجوز لهن أن يصلين الجمعة في المسجد، يصلينها 2 ركعات مع الإمام. تمام يا أحباب؟ طيب، يوجد بقى سنن مع الصلوات. هذه السنن تسمى منها ما هو سنن رواتب، يعني مترتبة مع الصلوات. السنن الرواتب اللي هي مرتبطة بالصلاة، إما قبلها وإما بعدها، وبعض الصلوات لا يوجد قبلها ولا بعدها سنن رواتب، سوف نذكرها. تمام؟ ومنها ما هو سنن مؤكدة، ومنها الرواتب. الرواتب نفسها سنن مؤكدة. السنن غير مؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. أما السنن المؤكدة فهي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السنن الرواتب المؤكدة 12 ركعة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة كل يوم غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، ما هي هذه الركعات 12؟ أولا، ركعتين سنة الفجر. في ناس كثير يا أحباب بيتلخبطوا في سنة الفجر، ومش عارفين الفرق ما بين سنة الفجر وصلاة الصبح أو صلاة الفجر. هناك فيديو مفصل جدا حول هذا الأمر، يمكنكم الرجوع إليه من النقطة البيضاء في أعلى الفيديو، وربما تجدون رابطه في وصف الفيديو وفي التعليقات إن شاء الله. سنة الفجر هذه ركعتي سنة تصلى بعد أذان الفجر، بعد الأذان الثاني وقبل الفريضة. الفريضة اسمها الصبح أو الفجر، والسنة اسمها سنة الفجر أو سنة الصبح. تمام يا أحباب؟ دي ركعتين سنة، وأربع ركعات سنة بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر. قبل الصلاة مش معناها قبل الأذان يا أحباب، لما نقول قبل الصلاة معناها قبل الفريضة، قبل أداء الفريضة، لكن بعد الأذان، بعد ما يأذن الظهر نصلي ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم، دي سنة الظهر القبلية. بعد كده بنصلي الفريضة ونصلي ركعتين سنة بعد الظهر، بكده كم ركعة؟ 2 مع صلاة الصبح اللي هما سنة الفجر، وست ركعات مع الظهر، بكده 8. صلاة العصر ليس معها سنن لا قبلية ولا بعدية، ليس معها سنة راتبة، احنا نرجع لصلاة العصر بعد شوية. لكن صلاة المغرب بعدها سنة مؤكدة 2، بكده 10 ركعات. بعد صلاة العشاء 2 سنة مؤكدة، ودول غير الشفع والوتر وغير صلاة التراويح. بعد نصلي العشاء مباشرة بنصلي 2 سنة. في رمضان، كما نحن نقوم بعمل هذا الدرس في رمضان، يعني ربما بعض الناس يشاهده طوال العام وبعد رمضان إن شاء الله، في رمضان بعد صلاة العشاء بنصلي 2 سنة دول، ثم نقوم فنصلي صلاة التراويح، ثم صلاة الشفع والوتر. طب خلي الإمام بيدخل بعد العشاء على طول، يوم بدأ في صلاة التراويح ولا يتيح فرصة لأحد أن يصلي هاتين الركعتين اللتين هما سنة مؤكدة. ممكن تصلي الركعتين دول بعد صلاة التراويح، لا مشكلة في ذلك، وممكن تصليهم بعد الوتر، إن الإمام صلى الشفع والوتر، ممكن تصلي هاتين ركعتين بعد الوتر، لا مشكلة في ذلك إن شاء الله. يبقى دول 12 ركعة الرواتب المؤكدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فصلاة الظهر فيه اختلاف، بعض الناس يقول 4 قبل الظهر و2 بعده، وبعض الناس يقول 2 قبل الظهر و4 بعده. المهم ان صلاة الظهر معاها
ست ركعات سنة، والآكد فيها والراجح أنها أربع ركعات قبل الصلاة واثنين بعدها. قبل الصلاة معناها بعد الأذان اثنين واثنين، وبعد الصلاة ركعتين. طيب يا أحباب، صلاة العصر وصلاة المغرب. صلاة العصر ليس معها سنة مؤكدة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا. فيجوز لك أن تصلي قبل العصر أي بعد الأذان وقبل الإقامة أربع ركعات اثنين واثنين. دايما صلاة السنة بتبقى اثنين واثنين، وكذلك صلاة المغرب بعد أذان المغرب وقبل صلاة الفريضة إن كان هناك وقت فيجوز لك أن تصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاء. تمام يا أحباب. طيب بالنسبة لصلاة الضحى، صلاة الضحى ليست من السنن الرواتب، يعني ليست من السنن المرتبة مع الصلوات، ولكنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى سنة مؤكدة. بعض الناس عندهم إشكالية في هذه السنن، وبيعتقد أنه لو صلىها مرة لازم يصليها على طول، وهذا خطأ. يجوز لك أن تصليها بعض الأيام، وإذا لم تستطع أن تصليها في أيام أخرى فلا إثم عليك ولا حرج عليك. تمام يا أحباب، لأن هذا الأمر يدفع الكثير من الناس إلى الإعراض عن السنن بشكل كامل. السنن يا أحباب يجوز أن تصليها في بعض الأيام، وإن لم تستطع أن تصليها في بعض الأيام يجوز لك ألا تصليها، وليس عليك إثم ولا شيء. كذلك صلاة الضحى من السنن المؤكدة، بإمكانك أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات، ويبدأ وقتها بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى ما قبيل صلاة الظهر. فأي فترة من هذه الفترات يجوز لك أن تصلي صلاة الضحى، وتصليها بأي صور من القرآن الكريم، تصليها بأي آيات أو صور، تقرأ فيها صورة الضحى، صورة الشرح، تقرأ فيها بما تيسر وبما تحب أن تقرأ. لا يوجد آيات محددة للقراءة لا في صلاة الضحى ولا في غيرها من الصلوات والسنن إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحاول أن نقتدي به. لكن بشكل عام يجوز لك أن تقرأ في جميع الصلوات سننا وفرائض بما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا صلاة الصبح ركعتين فقط، لكن صلاة الظهر بتقرأ في الركعة الأولى والثانية بالفاتحة وما تيسر، وكذلك العصر والمغرب والعشاء، وركعتين الثانيتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء، وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب بتقرأ فيها بالفاتحة فقط. وكذلك من السنن المؤكدة ركعة الوتر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. أيها الأحبة الكرام، أرحب بأسئلة حضراتكم تحت الفيديو وأجيب عليها قدر الاستطاعة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة من هذا الزر ومتابعة بقية الدروس على القناة. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.